تحية طيبة وأهلا بكم. نخصص حصتنا لهذا اليوم للمشهد السياسي التونسي وإلى أين يذهب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي تم تحديد موعد لها في 6 أكتوبر القادم. هل نحن فعلا أمام موعد انتخابي يجسد لعرس الديمقراطية أم أن الصبغة الدستورية والقانونية لهذه المحطة الانتخابية الهامة تخفي ديكورا سياسيا باهتا يبحث عن إطفاء الشرعية لرئيس فاز بالانتخابات قبل بدايتها أو حتى قبل إعلان النتائج؟ نتساءل. وفي هذا الإطار لابد لنا أن نعرج مشاهدينا على تقرير جديد لمنظمة أنا يقظ الرقابية بعنوان سعيد ميتر حصيلة 5 سنوات من الحكم، وهو تقرير يتعلق بقياس مدى التزام الرئيس قيس سعيد بتنفيذ الوعود التي التزم بها منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية وإلى غاية 13 من جويلية 2024. تقرير جديد لمنظمة أنا يقظ الرقابية بعنوان سعيد ميتر حصيلة 5 سنوات من الحكم. التقرير متعلق بقياس مدى التزام الرئيس قيس سعيد بتنفيذ الوعود التي التزم بها منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية وإلى غاية 13 جويلية 2024. اعتمد التقرير على المواقع الرسمية للدولة وعلى تصريحات المسؤولين. تلخصت وعود الرئيس قيس سعيد في 72 وعدة، منها ما تعلق بالحقوق والحريات والقدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى وعود متعلقة بالصحة والتعليم وغيرها. خلصت منظمة أنا يقظ إلى أن 9 وعود فقط تحققت من أصل 72، أي ما يعادل 12.5%. فيما تعلق بالوعود السياسية والتشريعية، لم يحقق سعيد إلا 12 وعدة من أصل 16، فيما حقق 4 وعود متعلقة بالانتخابات التشريعية والمحلية. بالنسبة لمجال القضاء والحقوق والحريات والهجرة غير النظامية، فإن الحصيلة سلبية، ذلك أن 100% من الوعود لم تتحقق أو تحقق عكسها. فيما يتعلق بمجال البيئة والصحة والتعليم، فإن الحصيلة سلبية بنسب تتراوح بين 75% إلى 80%. وفي الأخير تؤكد منظمة أنا يقظ أنه رغم تولي قيس سعيد الحكم منذ 5 سنوات وإقراره تدابير استثنائية وجمعه للسلطات، إلا أنه لم يوفق في تحقيق الوعود التي أطلقها طيلة 5 سنوات الماضية. منظمة أنا يقظ تحدثت أيضا في تقريرها عن جملة وعود كما تلاحظون معنا الآن على الشاشة. اعتمد التقرير على المواقع الرسمية للدولة وعلى تصريحات المسؤولين في وسائل الإعلام. قسمت هذه المعطيات كالتالي: اللون الأصفر وعود طور الإنجاز 11%، اللون الأخضر وعود تحققت حوالي 12.5%، اللون الأزرق وعود تم القيام بعكسها 30.5%، واللون الأخضر يشير إلى وعود لم تتحقق وهي نسبتها 46%. نستضيف اليوم مشاهدينا للتعليق على هذا التقرير وغيره من مستجدات الأمور التي تشهدها الساحة التونسية اليوم استعدادا للانتخابات الرئاسية في أكتوبر. أستاذ القانون والوزير السابق الدكتور عبد الوهاب معطر، أهلا وسهلا بك سيد الكريم، شكرا لقبولك الدعوة. ستنضم إلينا بعد قليل البرلمانية السابقة والناشطة في المجتمع المدني الأستاذة سلاف القسنطيني، ومن باريس سينضم إلينا الأكاديمية المتخصص في الدراسات الجيوستراتيجية
الدكتور أحمد البرقاوي. أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا. أبدأ معك دكتور عبد الوهاب معطر، شكرا لقبولك الدعوة، نتشرف بوجودك معنا اليوم. بداية أود أن أسألك فيما يخص هذا التقرير لمنظمة أنا يقظ، ما مدى دقته باعتقادك؟ نعم سيدتي، أنا أود أن أشكر كاتب تقريركم يعني الذي أعطاه في الجزائر منذ حين أعتقد أنه أعطى الخطوط العريضة وبين يعني الأوضاع كيف هي يعني متدحرجة حول الأسوأ. وتسألني هل هي دقيقة؟ هذا يعني هي منظمة غير حكومية مستقلة، صحيح أن وقع في المدة الأخيرة مضايقتها وما يزال يضايقها النظام، لكن هي لا تعتمد على أقوال المعارضة وعلى يمكن تقديرات الخبراء إلى غير ذلك، بل هي تعتمد على يعني المؤسسات الرسمية للدولة وعلى التصريحات المثبتة وإلى غير ذلك. وبالتالي إذا تقومه خاصة أن كما جاء في التقرير رئاسة الجمهورية في 2020 عقدت لقاء مع منظمة الحرية وتناقشت مع حول المنهجية إلى غير ذلك، وأن المنهجية التي اعتمدت هذه المنظمة يعني منهجية علمية في مسألة الاستقصاء والبحث إلى غير ذلك. وأنا أود فقط أريد أن أركز على نقطة أساسية في هذه التقرير. تعلمون أن التقرير شاملا لمختلف الشباب نعم دكتور عبد الوهاب، يعني الصوت على ما يبدو يتقطع، لابد هنا من أن نقرأ يعني بعض من رسالتك اللي وجهتها للرئيس قيس سعيد كنصيحة حول الانتخابات وما يجري في تونس من أزمة سياسية. حقيقة دكتور معطر، قلت نصيحتي لصديقي قيس سعيد، صديقي العزيز قيس، اسمح لي وأنت اليوم مرشحا لرئاسة الجمهورية التونسية أن أتوجه إليك بدافع المحبة والعشرة ولما أعرفه عنك من وطنية ببعض الأفكار التي استبدت بي في الأيام الأخيرة لإنقاذ الوضع الكارثي غير المسبوق الذي تردت فيه البلاد تحت انفرادك بالحكم بعد الانقلاب، وكذلك لإنقاذ صديق أراه يغرق في أو حال ما ارتكبه ربما عن حسن نية وعن اعتقاد خاطئ بحسن التدبير. تعلم يا صديقي أنك أتيت للفضاء العام صدفة بعد الثورة وقطعت بذلك ما عرف عنك في الجامعة منذ 1988 من مجارات منظومة المخلوع الدستورية والترويج لها بدافع وبتأثير الزميل الصادق شعبان بوصفه أحد أعمدة الدكتاتورية النوفمبرية، كما تذكر يا صديقي حواراتنا المطولة في 2011 وما بعد ومعارضتي الشديدة للأطروحات الغريبة والفوضوية التي كنت ترددها تحت تأثير مجموعة تروسكية احتضنتك واستغلت انعدام الخبرة والمعرفة السياسية لديك. أتمنى أن يكون الدكتور عبد الوهاب معنا لأنه يمكن من خلاله نفهم رسالته بشكل تفصيلي أكثر، وهي رسالة مهمة حقيقة لابد من أن نتوقف عندها قبل العودة إلى تقرير أنا يقظ. سيدي الكريم، حدثنا عن هذه الرسالة الهامة جدا التي وجهتها إلى الرئيس قيس سعيد، تفضل سيدي. نعم سيدتي، هذه الرسالة هي حقيقة كانت صرخة بحكم اطلاعي على الوضع في تونس وتدحرجه وحكم علاقاتي السابقة مع
مع المترشح قيس سعيد. انا يعني درسنا مع كنا زملاء في الكليه تقريبا اكثر من 30 سنه ونعلم بعضنا، وكانت عندنا حوارات عديده، وكما ذكرت يعني في رسالتي يعني انه رجل قادم جديد على السياسه، وقع احتضانه من طرف تيار سياسي حقيقه عندنا ما نقول فيه. لكن المهم ان بعد 5 سنوات من ممارسه السلطه، وخاصه لمده 3 سنوات كان ينفرد بالسلطه، هذا لم يقع في تونس مطلقا طوال تاريخها. حتى في عهد البيات كان للبيات بعض المؤسسات الاستشاريه، وكان الباي يعني يستشير هذه المؤسسات في قراراته. وقيس سعيد استحوذ على جميع سلطات الدوله، اصبح حقيقه له سلطات فرعونيه، ورغم ذلك الحصيلة كانت كارثية على جميع الأصعدة. نحن قلنا نتحدى أنصاره من يعطينا ولو إنجاز واحد، ولذلك فإن اليوم نقف على واقع واضح، وأن الدولة التونسية أصبحت في خطر. الدولة كمؤسسات وكأجهزة وكجامعة للتونسيين، وأن المجتمع التونسي أصبح في حالة تفكك. هذا اليوم أصبح لا يتنازع فيه اثنان إلا من رحم ربنا. الوضع هذا من جهة، من جهة ثانية الشعبية نتاع قيس سعيد وأنصاره قد تقلصوا وانحسروا بشكل دراماتيكي، لهيك أن كان هناك له أكبر مناصرين له وتجندوا في صفحات المواقع الاجتماعية ويدعون أنهم هم الذين يعني اتاحوا انتخابه في 2019، اليوم انقلبوا عليه واصبحوا ينعتونه باقذع النعوت. هذا الوضع ان قيس سعيد لم اليوم اصبحت حظوظه في الانتخابات في الفوز في الانتخابات، خاصه انه استعدى جميع الناس، المجتمع المدني، الاحزاب، النخب، رجال الاعمال، كل الناس، يعني اصبحت حظوظه حقيقه يعني ضيقة جدا، وأكاد أن أقول أنها لا يمكنه أن يمر. ولذلك وضع سلسلة من القيود على العملية الانتخابية حتى هو وضعها لصالحه، لكن رغم ذلك تعاطى المجتمع المدني في تونس والأحزاب والقوى الحية بالتفاعل إيجابا على الرغم من هذه العراقيل، فأنهم قالوا نحن لها وسنذللها وسنقوم بالضغوطات لتطبيقها ولمنع هيئة الانتخابات من التلاعب بها أو جعلها تحت أمرة القيس سعيد، خاصة هذه مسألة البطاقة عدد 3 التي فرضها على مختلف المترشحين إذا والتزكية إلى غير ذلك. ونحن في هذه الوضعية خشيتنا، وهذا هو منبع الرسالة، لو كانت الترشحات حرة فلا نخاف، لو كان ليس هناك الزعماء السياسيين والناس الذين لهم خزان انتخابي هو اعتقلهم ورمى به في السجون ومنعهم من الترشح، واصبح المترشحين اليوم يعني الكثير منهم بل اغلبهم اليوم عندنا 92 مترشح، لكن مع احترامي لاشخاصهم فانهم يعني لا 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 حقيقه وزن اجتماعي ولا شعبي لا، واصبحوا كانهم يعني عباره على زعانف وديكورات اكثر ولا اقل. ولذلك ما نخشاه اليوم هو أنه سيتعسف في عملية تصفية المترشحين في الأخير ليعطينا مترشح حقيقة يعني لا يمكن للشعب أن يقبله. هناك مترشحين حقيقة بعضهم من المنظومة السابقة والبعض الآخر يعني مشبوه في حتى في علاقاته. ناهيك أن آخر نقطة اليوم يعني سمعنا بأن ترشح احد الرقاصه احد يعني من جماعه بن علي مسمى كدوريم او كريم الغربي اللي هو رجل حقيقه منحرف، يعني لا يمكن هو حتى بدون ان يترشح للرئاسه هو لا يمكن ان يفتخر به التونسيين، فما قولك انه اليوم اصبح هو نفسه وشغل المواقع الاجتماعيه الى غير ذلك. اذا نحن نخاف ان تكون اللعبه السياسيه في تونس تحت ضغط هذه الشروط الانتخابيه أن المقبول ترشحه، وهذا ما اشتغلنا عليه الهيئة بعد يوم 6 أوت، يكون من سقط المتاع ويكون في منافسة سعيد، وبذلك نرجع إلى الوضعية التي كنا فيها في 2019، كنا بين نبيل القروي الذي كان متهم بالفساد وقيس سعيد، كان يقول العباد نحن بين الرمضاء والنار، نحن بين راس الرفعة وقاع البير، وبالتالي اضطر الناس الى التصويت لسعيد لتجنب وتلافي
المنافس الاخر اللي هو بن عوض بن فرزان. نخشى ان يعاد لنا هذا الامر، ولذلك انا طلبت من قيس سعيد واستدعيت فيه روحه الوطنيه، ويمكن يعني غيرته على هذا البلاد ان يوقف هذا المسار، ويعلن على انه لن يترشح، نظرا لانه لن ينجح في هذه الانتخابات، لان اخشى ان الشعب التونسي ستذهب حتى الى ما هو اتعس من قيس سعيد للتخلص من قيس سعيد يعني. وبالتالي قلنا له ابعد عن اخرج، ما ترشحش، افتح البلاد اليوم ويرجع نعمل بيئه انتخابيه صحيحه. وحددت له 8 اجراءات ضروريه يجب ان يتخذها، وبذلك يدخل للتاريخ ويكفر نوعا ما عن ما اقترفه من مآسي لهذا الشعب، ويفتح الطريق نحو نعم. مستقبل جديد. يعني ذكرت في رسالتك دكتور عبد الوهاب معتر، ذكرت عدة أمور هامة، وهي إلغاء المرسوم 54 سيء الصيت، إيقاف العمل بالتشريعيات القمعية الأخرى، أيضا التنفيذ الفوري لقرارات المحكمة الإدارية المتصلة بقضاء تونس المعزولين ظلما، تعيين موعد جديد لا يتجاوز ديسمبر 2024 لإجراء انتخابات رئاسية، أيضا إطلاق سراح جميع الشخصيات السياسية المسجونة ظلما بما يساهم في إيجاد بيئة انتخابية سليمة تتيح للتونسيين التعرف على المرشحين. السؤال الأهم سيدي الكريم، هل وصلت رسالتك إلى الرئيس قيس سعيد؟ هل من ردود فعل حول هذه الرسالة؟ نعم سيدتي، أنا أولا على وصول الرسالة قيس سعيد يتعامل معنا عن طريق الفيسبوك، وأنا نعم. نشرتها في المواقع الاجتماعية ووقع يعني نشرها بشكل كثيف. ردود الفعل هي ردود فعل من عموم الشعب ومن الأصدقاء. لا أتوقع أن قيس سعيد سيرد، اللهم يرد بالقمع ومرحبا بقمعه يعني في هذا الإطار، لأننا نحن نظلنا من أجل هذا الوطن ومستعدين نتحمل تبعات يعني وقمع قيس سعيد، هذا لا يوقفنا. وبالتالي تسألنا عن ردود الفعل. نعم. اسمح لي دكتور عبد الوهاب أنتقل إلى الأستاذة سلاف القسنطيني البرلمانية السابقة. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة، شكرا لقبولك الدعوة. كنا نتحدث عن رسالة دكتور عبد الوهاب معطر للرئيس قيس سعيد، اللي ذكر فيها أنه لابد من أن يعلن قيس سعيد أنه أخطأ أصلا في الترشح للرئاسة في 2019، وأنه لن يترشح مجددا في 2024، وأنه تقرر إرجاع الأمانة إلى التونسيين ليختاروا بحرية رئيسا لدولتهم. إذن رسالة مهمة سيدتي الكريمة. قبل أن نذهب إلى التقرير، أنا يقظ كما ذكر ضيفنا بأن الرسائل عادة ترسل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لا تصل بالسهولة التي نتوقعها. هل تعتقدين أنه هكذا رسائل تأتي من مسؤوليات كبيرة في تونس، من سياسيين إلى حقوقيين، قد تؤثر فعلا في سير هذه الانتخابات اللي تم تحديد موعد لها في 6 أكتوبر؟ نعم، في البداية شكرا على إتاحة الفرصة، مرحبا بك وبمشاهدي قناة المغربية، كذلك مرحبا بالصديق والأستاذ عبد الوهاب معطر. تفاعلا مع رئاسة مع هذه الرسالة التي وجهها السيد عبد الوهاب معطر للسيد رئيس الجمهورية، لدي مجموعة من الملاحظات. فعلا الأستاذ عبد الوهاب اختار طريقة يعني النشر على الفيسبوك، لأن التواصل والحوار في تونس يعني قد انقطع طيلة السنوات الأخيرة، والواضح أنه سواء رئاسة الجمهورية أو حتى المقربين من رئاسة الجمهورية يتفاعلون مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل موت سريري للحياة السياسية في تونس. وبالتالي أعتقد أن هذه الرسالة ستصل، ولكن كيف سيتفاعل معها سيد رئيس الجمهورية، هذا هو تقريبا وفي اعتقادي هذا هو الذي ينبغي أن ننظر فيه. أقول إن بقدر ما أحيي الأستاذ عبد الوهاب معطر على هذه الشجاعة وعلى يعني الأخلاق السياسية وعلى يعني تجربته المحترمة في المجال السياسي وخاصة بعد الثورة،
ولكن لاحظت في هذه الرسالة يعني شيء من الافتقار إلى الواقعية السياسية، ويبدو أن الأستاذ معطر تفضل إلى ذلك لأنه توقع في نهاية رسالته أنه قد لا يتجاوب معها الأستاذ السعيد. البعد الأخلاقي مركز في هذه الرسالة، وكل ذي عقل وكل مسؤول لا يستطيع إلا أن يتفاعل مع هذه النقاط، معناها سواء في العلاقة بالمسائل السياسية أو المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات وباستقلالية المرفق القضائي. ولكن أعتقد أن السيد الرئيس لن يتفاعل. لماذا؟ أولا لأنه ليس هناك في الرسالة ما يعني يطمئن أو يضمن الخروج الآمن من السلطة دون يعني محاسبة. اثنين، إذا افترضنا أن السيد رئيس الجمهورية سيتلقف هذه الفرصة ويتفاعل معها، فإن من دفعوا بهذا المسار الانقلابي يعني وأعادوا إلى الأمام، يعني دفعوا بقوة وبشدة باتجاه هذا المسار وأعادوا البلاد إلى الوراء يعني لعقود من الزمن وليس لسنوات فقط، هؤلاء الذين يعني دفعوا بالمسار. نعم، يبدو أن الخط لن يسمحوا باتخاذ هذه الخطيرة، خاصة وأنهم خلال هذه السنوات رقموا عديد يعني المكاسب بين فريم أو تغلغل في المواقع الحساسة في الدولة أو سيطرة على مجموعة من القطاعات. فأعتقد أن هناك يعني هذه الرسالة يعني إمكانية أنها تحرك يعني الرواتب وتدفع باتجاه مواقف يعني تاريخية يفترض أنه يكون يعني المقبولية أو التفاعل من رئاسة الجمهورية من أولئك به يعني باتجاه هذه الخطوة الخطيرة، وما رأينا التداعيات الكارثية على وضع البلاد، ولما لا حتى الداعمين الإقليميين والدوليين الذين أعتقد أنهم ما زالوا يرغبون في مزيد استثمار هذه الوضعية الانقلابية في تونس. نعم، اسمحي لي سيدتي أعود للأستاذ دكتور عبد الوهاب معطر. سيد الكريم، يعني هل نحن أمام موعد انتخابي يجسد فعلا لعرس الديمقراطية، أم أنه يعني الصبغة الدستورية والقانونية الحالية لهذه المحطة الانتخابية يعني تخفي كثيرا من يعني التساؤلات فيما يخص إطفاء الشرعية لرئيس فاز بانتخابات حتى قبل بدايتها كما يرى البعض؟ تقديري الخاص أن مسألة أنه دخل انتخابات وأن هذه الانتخابات معروف نتيجتها بأنه سيفوز فيها قبل نهايتها، أنا لا أوافق على هذا الرأي، بل بالعكس أنا أرى ديناميكية المجتمع اليوم ستنتهي بأن قيس سعيد كان مجبرا، كان مضغوطا عليه لإجراء هذه الانتخابات لأن عهدته انتهت، وأصبح حقيقة حتى بعض الأجهزة الدولة وممكن قوى أخرى داخلية أو خارجية ضغطت عليه بأن يقوم بهذه الانتخابات، ولذلك وقام بهذه الانتخابات مكرها، وكان يدعو أو يشير أو يلمح ويتمنى أن تقاطع المعارضة والأحزاب والمجتمع المدني هذه الانتخابات، وعول على المقاطعة، خاصة مقاطعة انتخابات مارسها المجتمع التونسي منذ الانقلاب في 2021، فهو لم يذهب للاستفتاء قيس سعيد إلا بنسبة يعني 25%، أما في المجلس التشريعي كان 11% وفي مجلس الجهات 8% وفي الاستشارة الوطنية 500,000 يعني تقريبا 5%، وبالتالي أن الشعب يعني لم يعد يؤمن بهذا الشخص، ولذلك هو عول على المقاطعة. والمقاطعة ما هي؟ هو أنصاره يستدعيهم يقوموا بالتصويت له، حتى كان احنا عندنا 9 مليون ناخب في تونس، 9 مليون ناخب يعني يكفي أن يصوتوا له مليون مثلا أنصاره وبنسبة 90% وطعنا بالانتخابات. هذا ما كان يعول عليه قيس سعيد، إلا أننا لما لاحظنا أن حقيقة الشعب التونسي اليوم يعني انتفض داخليا وأصبح هناك حالة غضب، حالة يعني حقيقة احتقان شديدة ضد قيس سعيد، لأن إنجازاته كانت
كما قالت انا يقظ اللي عرفته منذ حين، مش القضيه لم ينجز، القضيه لو قام بالعكس عكس ما كان مطلوب منه، وخاصه في المجال الاجتماعي اعطاه 10 وعود 6 وعود قام بعكسها وثلاث وعود لم ينجزها واحد برك انجزه. يعني وهذا الوضع هو اللي خلى الشعب التونسي اليوم اصبح يرى امل في ان بواسطه صندوق الاقتراع هو يقوم بالتغيير. طيب وبالتخلص من دكتور عبد الوهاب، لماذا تطالبون بتاخير الانتخابات او تاجيلها؟ انا لا اطلب التاجيل، انا اطلب التاجيل لان شوف سيدتي، لان الترسانة الانتخابية عندي خوف شديد كرجل قانون، لما أنظر إلى القوانين والتراتيب التي وضع قيس سعيد للانتخابات، وهي من الناحية القانونية يمكن الطعن فيها لدى القضاء، خاصة أنها من الناحية القانونية فادحة جدا، هناك أخطاء فادحة جدا. من ذلك مثلا أن القانون الانتخابي وقع، يعني الاجراءات الانتخابات وقع القيام بها من طرف هيئه بواسطه من الناحيه القانونيه بواسطه مقر اداري، بينما ان الموضوع هذا يجب ان يتخذه مجلس النواب، وكذلك تعيين الانتخاب. وقص على ذلك هناك قائمه كبيره من الخروقات التي تعمد وتقصد قيس سعيد وضعها كفخاخ، حتى انه يمكن في اي لحظه يشير لبعض أنصاره باش يقوم بقضية في المحكمة الإدارية، لننتهي للمحكمة الإدارية لأن قضاة، يعني أنا كرجل قانون لا أستطيع إلا إلغاء الانتخابات أو وقف مسارها. وهذا اللي أخافه، هذا اللي أخافه وأتوقعه. يعني أنا أتوقع أن قيس سعيد إذا كان خاصة بعد الدورة الأولى شاف أنه حظوظه منعدمة، وأنا أراها منعدمة، فإنه لا خيار له إذا كان يحب يهز البلاد إلى الأسوأ هو أن يمشي للمحكمة الإدارية ويطعن في القوانين اللي وضعها هو نفسه. طبعا مش باش يقوم هو بيده، مش يكلف أنصاره بهذا، بناس أخرى، وباش يوقفوا الانتخابات. أنا هذا خوفنا، ولذلك أنا قلت يلزم الترسانة هذه توضع على قاعدة صحيحة. لكن القضية مش هذه، مش قضية القوانين، قضية خاصة البيئة الانتخابية. سألتني منذ حين، قلت لي أن نحن في عرس، لسنا في عرس، نحن حقيقة في موقف. نعم، سأعود لك دكتور عبد الوهاب. أنتقل إلى الدكتور أحمد البرقاوي، الأكاديمي المختص في الدراسات الجيوستراتيجية. أهلا وسهلا بك معنا من باريس، شكرا لقبولك الدعوة. يعني نتحدث عن هذا الموعد المرتقب لانتخابات رئاسية، واليوم هناك تقرير جديد خاص لمنظمة أنا يقظ الرقابية بعنوان سعيد ميتر حصيلة 5 سنوات من الحكم. حقيقة تقرير يعني ليس بالتقرير الذي يعني ربما يراه الرئيس مناسب الآن، والناس البعض يقول أنه ليس لمصلحته الآن في ظل الحملة الانتخابية قبل أشهر قليلة على بدء هذه الانتخابات الرئاسية اللي في حولها الكثير من الجدل، حقيقة في ظل ما يجري من اعتقالات متواصلة في صفوف السياسيين والمعارضين لنظام قيس سعيد. أريد قراءة منك حول هذا التقرير دكتور أحمد البرقاوي، اللي يعتبر هام في ظل ما يجري حاليا في تونس. دكتور أحمد، هل أنت معنا؟ أهلا بك. نعم، تسمعني سيدتي الفاضلة؟ تفضل. أهلا وسهلا. أهلين، أولا تحية لمشاهدي قناة المغاربية. شكرا. تحية إلى ضيفك الفاضل الدكتور عبد الوهاب معطر، وهو أحد المناضلين ووزير السابق. أنا أقدر أن الوضع في تونس يتجاوز هذا التقرير، يعني يتجاوز الواقع الجديد الذي غير مشهده الرئيس الحالي قيس سعيد. تونس أمام معضلة كبيرة، أقول نعم بأتم معنى الكلمة. تتمحور هذه المعضلة في تغيير نواميس الدولة التونسية، تغيير مؤسسات الدولة، تغيير نظام جديد سياسي لا يتماشى والثقافة التونسية التقليدية. قيس سعيد يذهب بتونس نحو المجهول. جرب القادة العرب
منهم نظام القذافي، ففشل 40 سنة النظام القذافي، كان أغلق دائرة مغلقة ومظلمة. الأنظمة العربية لم تفلح في الخروج من الأزمات الاقتصادية بشعوبها، لم تفلح يعني في تغيير المعاش اليوم للمواطن العربي. والرئيس التونسي الحالي يريد أن ينجز إنجازا واحدا ويسميها، وهو من حقه أن يحلم، وهو تغيير طبيعة النظام السياسي في تونس، ليس فقط طبيعة وهذا النظام ستكون مآلاته تغيير المجتمع التونسي، نظامه المجتمعي أيضا، بمعنى سيكون هناك انغلاق على المجتمع التونسي، المجتمع الذي عرفناه وعدناه وعهدناه منفتحا نحو الحضارات، منفتحا نحو الآخر غير منغلق. وبالتالي أقول بقطع النظر على ما جاء في هذا التقرير لمنظمة أنا يقل، أقول أمام المعارضة التونسية تحدي كبير جدا، وهو الذهاب أولا إلى هذا الصندوق، لأنه لا يمكن أي تغرير أن يقع خارج الصندوق. تونس لم تتعود على الانقلابات، وانقلاب 25 جويلية 2021 لابد أن ينتهي عبر صناديق الانتخاب، ولابد أن يساهم في هذا في إغلاق هذا القوس هو الشعب التونسي. وبالتالي أقول أن الأزمات كثيرة الآن، ليس أزمة واحدة في تونس، هي أزمات، أزمة مالية، أزمة اقتصادية، أزمة أخلاقية، أزمة سياسية، أزمة مجتمعية، يعني بالتالي تعددت الأزمات. وأنا أقول المراقب للساحة التونسية رغم استبداد الرئيس السابق للنظام السابق بن علي، لكن بن علي لم يتوجه إلى مؤسسات الدولة للأسف لحلها. نحن نشاهد الآن غياب تماسك مؤسسات الدولة، أصبح الإداري، أصبح الموظف التونسي لا يعرف بالضبط موقعه، هناك شخص واحد يحكم بيده سلطات التنفيذية كلها والتشريعية أيضا، وبالتالي يحكم تونس لوحده. ولا وأعتقد أن لو نجح ولو فاز في الانتخابات القادمة 5 سنوات جديدة، ستكون هناك مآسي للشعب التونسي، وتونس تمر بمخاض ربما يكون خطير جدا على السلم الاجتماعي. نعم، يعني سيدي الكريم دكتور أحمد البرقاوي، دكتور عبد الوهاب أرسل برسالة إلى الرئيس قيس سعيد لإنقاذ الوضع الكارثي غير المسبوق الذي يعني تشهده تونس تحت انفراد حكم قيس سعيد بعد الانقلاب، وكذلك نصحه بأنه هذه الرسالة لإنقاذ صديق أراه يغرق في أو حال ما ارتكبه ربما يعني عن حسن قصد وعن اعتقاد خاطئ بحسن التدبير. وهنا أريد أن أتوقف معك، هل يعني تخلي قيس سعيد عن المضي قدما في ترشحه في الانتخابات الرئاسية سوف يعني ينقذ البلاد من تراكمات هذه الأزمات إن كانت اقتصادية أو سياسية أو حتى اجتماعية؟ أنا سؤالك إذا فهمت، يعني لو يتخلى عن ترشحه يعني نعم. لا يترشح لهذه الانتخابات؟ نعم طبعا، سيكون مثل ما وقع في الولايات المتحدة الأمريكية لما تعالت الأصوات من حول الرئيس بايدن أنه سيضر بالمصلحة القومية وسيضر بحزبه أيضا، استجاب الرئيس بايدن وحكم عقله وانسحب من الرئاسيات، رغم أنها لم يبقى على الرئاسيات الأمريكية إلا بضعة أشهر، لكن حكم عقله. بالتالي لو نستطيع، لما يقع تقييم من خبراء في المجتمع الدولي ويقع تقييم من المجتمع المدني ويقع تقييم من مؤسسات مالية ومؤسسات اقتصادية وسياسيون متابعون للشأن التونسي وسياسيون من داخل تونس من بينهم الدكتور عبد المعطي، ويقولون أن تونس أمام محطة خطيرة جدا،
ويطالبون الرئيس الحالي إما أن يتراجع عن الإجراءات الاستثنائية التي كبل بها المجتمع التونسي وعلى رأسها المعارضة، وأصبح دكتور يعني أحمد هم طالبوه بهذا الشيء، ولكن ربما أمريكا وتونس الوضع في تونس يختلف قليلا، لأنه لربما يعني هناك الكثير من علامات الاستفهام وأيضا الخشية في حال قام الرئيس يعني أو قرر عدم ترشحه لعهدة جديدة، وبالتالي هناك الكثير من الأصوات التي تطالب بمحاسبته. نعم سيدتي الفاضلة، أنا كنت أنتظر من الأستاذ عبد الوهاب معطر لماذا لا ينادي بحوار وطني. تونس في حاجة إلى حوار مثل ما وقع 2013 لما كانت هناك أزمة خطيرة وانتداد سياسي، والمجتمع المدني والجمعيات الوطنية من على رأسها اتحاد الشغل قاموا بهذا الحوار وجنبوا تونس صدمات ربما ستكون مآلات وخطيرة. بالتالي لماذا لا يقع، لماذا أين موقع اتحاد الشغل المنظمة الوطنية العريقة، أين منظمة الأعراف، أين المحامين، أين القضاة الشرفاء؟ يعني لابد من المساهمة، وفي هذا الحين في هذه الفترة الصعبة نرى الوطنيين الغيورين على الشعب التونسي وعلى الوطن لابد ان ينادوا بحوار وطني يساهم اولا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وربما الرئيس الحالي يستطيع ان يفهم ان تونس ماضيه لو يستمر بهذا الشكل تونس ماضيه نحو الانسداد. نحن لسنا بلد ليس له تاريخ، نحن بلد له تاريخ عريض، له ثقافة أيضا، الشعب التونسي شعب مثقف ويفهم السياسة أيضا، وبالتالي لا يستطيع أقول الرئيس الحالي ومن حوله من المستشارين ومن حوله من الناس الذين ينصحونه، أقول له بصريح العبارة غلط، يعني كما قال الرئيس السابق قاعدين يغلطوا فيك، وآن الأوان أنك تعرف أن مطالب الشعب التونسي ليست التي أنت تطرحه الآن وبهذا الشكل. لابد من حوار تونسي، لابد أن تكون لهذه الانتخابات تكون انتخابات شفافة ونزيهة ومراقبة من المجتمع الدولي، ولابد من إطلاق سراح المعتقلين، وإلا ستكون مهزلة انتخابية. نعم أستاذ أحمد البقاوي، أكيد السؤال اللي طرحته حول حوار وطني أكيد سوف نعود للدكتور عبد الوهاب لنسأله هذا السؤال اللي طرحته، ولكن اسمح لي أذهب للأستاذة سلاف. أستاذة سلاف، يعني كلام مهم ذكره الدكتور أحمد البقاوي فيما يخص يعني إرجاع الأمانة إلى التونسيين من خلال انعقاد حوار وطني بين التونسيين. ذكر الدكتور برقاوي أنه أين هم يعني الأحزاب التونسية، القضاة، أيضا منظمة العمل التونسية وغيرها وغيرها من الأحزاب اللي من المفترض أن تكون لها كلمة في هذا الصدد. هل تعتقدين بأنه الأجواء اليوم في تونس مناسبة لتجتمع كل الأطراف السياسية؟ نعم، في الحقيقة يعني عندما يتحدث السيد برقاوي عن الحوار هو ينطلق تقريبا من التقاليد التي دأبت عليها جميع مكونات المشهد السياسي في تونس وحتى المنظمات المهنية وبقية المنظمات، من أن تونس يعني والاستثناء التونسي كانت الوصفة السحرية في ذلك هي الحوار. الجميع يذكر الحوار الوطني الذي تم للتوافق حول الدستور الذي أصدره المجلس الوطني التأسيسي في 2014، كذلك الأزمة السياسية التي كادت تعصف بالتجربة في صيف 2013، وكان يعني هذا الحوار. ولكن يعني أولا جميعنا يعني متابع بالشأن العام منذ قدوم الرئيس قيس سعيد يدرك أن هذا الرجل لا يعترف بالحوار ولا يؤمن بالحوار، حتى يعني في الأشهر القليلة الأولى لدول
يعني المنظمات حتى في تعيين رئيس حكومة كان يعني يطلب منهم بذلك مقترحاتهم مكتوبة في مكتب الضبط في مؤسسة رئاسة الجمهورية. فيعني الرجل ليس رجل حوار، وكذلك حتى الأطراف التي ذكرها السي البرقاوي وخاصة فيما يتعلق يعني بالمنظمة الاتحاد العام لتوسيع الشغل واتحاد الأعراف واتحاد المحامين وهيئة المحامين عفوا، يعني هو يدرك أن هذه الأطراف حتى حين يعني ساهمت وأثرت حوار الوطني في 2012 لم تكن الغاية هي الحوار بقدر ما هي كانت الغاية هي إزاحة حركة النهضة عن الحكم. للأسف السيد رئيس يعني قيس سعيد حين يعني هم بإنهاء هذه التجربة يعني بخلفياته التي لا تؤمن بها يعني تعدد الرئاسات في الدولة وتقاسم السلطة حول أكثر من مؤسسة وتبادل الرقابة بين هيئات الدولة ومؤسساتها، لأنه لا يؤمن بالحوار وجد مساندة من هذه الأطراف التي ذكرها سيد البرقاوي. يعني من لا يذكر يعني التصريح لأحد أعضاء مكتب التنفيذ الاتحاد ليلة 25 جويلية يا ريس خذها بقوة ولا تخف أو أربط إلى الأبد، يعني هؤلاء يدفعونه دفعة هم دفعوه باتجاه تفعيل فصل 80 وساندوه حتى عندما انحرف عن الفصل 80 الذي يضع ضوابط عديدة من أجل الإبقاء على التجربة الديمقراطية وعدم المساس بالمؤسسات وخاصة المؤسسة البرلمان التي يفترض الفصل 80 من الدستور 2014 أن تبقى في حالة انعقاد دائم وأن ترافق هذه الفترة الاستثنائية إلى زوال موجبها، وأن القانون الانتخابي لا ينبغي بأي وجه من الوجوه أن تمسه أو أن تنال منه التدابير الاستثنائية. فيعني مثل ما تفاعلت مع يعني رسالة عبد الوهاب وقلت أنها يعني تفتقر إلى الواقعية السياسية، نفس الشيء أقوله للسيد البرقاوي، أقول يعني أنتم تدركون أنه الرئيس ليس يعني ليس لديه ثقافة الحوار ولا يؤمن بالحوار، هو لديه يعني تصور ويريد أن يفرضه ولا يقبل الرأي المعاكس. نعم، اسمحي لي سيدتي أنتقل للدكتور عبد الوهاب مرة أخرى، طولنا عليك دكتور عبد الوهاب، يعني إلى أين يذهب المشهد السياسي التونسي يعني، وأيضا هل بالفعل اليوم الحاجة ملحة لعقد مؤتمر يجمع جميع الأطراف أو حوار وطني كما ذكر الأستاذ الدكتور البرقاوي من شأنه أن يكون له مخرجات مهمة يمكن الاستفادة منها قبل موعد الانتخابات؟ نعم، شكرا لك. صحيح للدكتور أحمد بركاوي والأخت سلاف، الحوار هذا يعني أنتم كي ترجعوا مثلا تقرير نايقظ اللي عرفتوه تلقاو أن قيس سعيد في 2020 وعد في حوار وطني يشارك فيه الشباب وكامل الفئات إلى غير ذلك، وقالت التقرير نفسه قال أنه فعل عكس ذلك، يعني أنه الحوار هذا لم يجوز بل فعل عكسه، بدليل أنه حتى مش حوار، هو وقت اللي حب يعمل دستور جاب اللجنة وقال باش تتناقش وإلى غير ذلك، واللجنة هذه عمل الدستور هزته له للقصر فرمى به في كيس القمامة وأعطانا الدستور وحده، يعني وبالتالي الحوار ضروري، ما احنا كل مجتمع، لكن المشكلة سيدتي في تونس هو أننا عندنا عنصر بلوكاج، يعني حاجز لهذا الحوار. تونس كلها في تاريخ الكل حتى في عهد بن علي كانت هناك حوارات، احنا خرجنا من أزمة 2012 و2013 بالحوار، يعني في تونس اليوم سمى هناك حاجز أساسي يعني صد خرساني للحوار هو قيس سعيد، وبالتالي ما يكونش حديث على حوار او شيء من هذا القبيل، وهذا عنده دلائل عديده الا باسقاط قيس سعيد. ولذلك نحن نقول ان الخطوه الاولى التي ستفتح امام التونسيين الافق
لإصلاح ما فسد هو إبعاد قيس سعيد، لأنه من حيث قناعاته، تركيبته، تاريخه، مؤهلاته غير قادر على الحوار ولا يستطيع الحوار. هو كل شيء هو المنبع، حتى مع وزراء ما يتحاورش معهم، هو يخليهم أمامه ويبدأ يحكي، يعمل مونولوج وحده. وبالتالي ما الحوار ضروري، لكن حتى نبدأ الحوار لابد من عزل قيس سعيد بواسطة الصناديق. وهذاك علاش اللي جاي هذا المشهد السياسي القادم في تونس يا سيدتي في تقديري، وإن شاء الله بعد 6 أكتوبر تستضيفوني وكنت تقوم ذلك. اليوم قيس سعيد ليس له حظوظ النجاح مهما فعل. هم قام معناتها بطريقة أو بأخرى يعني إيقاف المسار الانتخابي أو عدم تسليم السلطة عندما لا يفوز. طيب. اليوم هو احنا عملنا عكس الخطة نتاعو. تسمعني سيدتي؟ نعم أسمعك. نعم، الخطة نتاعو كانت هو يعلن على انتخابات ويضع عراقيل للمترشحين ويزجوا بالفاعلين والسياسيين في السجون، وكان ينتظر أن رد المجتمع المدني والأحزاب أن يقاطعوا الانتخابات باعتبار أنه انقلابي وما اعطاناش فرصة. نحن يوم كنا أذكى منه، قلنا يجب أن نشارك في هذه الانتخابات وأن نفرض يعني مرشحا ينقل هذا المرشح، ما يكونش يعني كما يعني نتمناه أو كما يتمنى هذا الطرف أو ذاك، لكن مرشح يكون أقل سوءة من قيس سعيد. قيس سعيد كارثة وطنية، وقلت أنا منذ 2020 قلت مهمة إسقاطه هي مهمة وطنية جامعة، اليوم أصبحت مهمة حارقة، ويكون ذلك بصندوق الاقتراع. ولذلك والظرف مواتي، فقط يلزم الشعب نقنعوه بهذه الفرصة وما نخليوش إمكانية المقاطعة وإلى غير ذلك. الشعب وحده الشعب اليوم في الشارع لما تمشي يقول لك هذا الشخص هذايا عملنا كوارث وهبلنا معه، هذا ما يقال الناس. لذلك المشهد السياسي يا سيدتي اليوم هو شنو؟ ثم مساران، مسار انتخابي سنضغط لي وقلت لك إذا كما تم هذا المسار سيقع إزاحة قيس سعيد. المسار الثاني هو المسار التآمري اللي قاعد يمكن قيس سعيد يحضره، هو أولا ماشي يجي وقت بعد 6 أكتوبر ماشي يخرج لنا مترشحين حقيقة لا طعم لهم ولا لون ويشكلون خطرا، وفي هذه الحالة فإن الشعب سيقوم بالمقاطعة النشيطة من نعم دكتور عبد الوهاب. نعم أسمعك انقطع الخط قليلا ثم عاد مجددا. يعني السؤال الذي يطرح نفسه دكتور أحمد برقاوي، ما الذي أوصل تونس إلى هذا الحال يراه بعض انقلاب بعد تجربة فريدة لنموذج ديمقراطية فتية في عالم عربي يفتقد تقاليدها؟ طبعا الذي أوصل تونس إلى هذا المخاض هو كما أشرتم يعني عمر التجربة التونسية سنوات من الديمقراطية بعد 2011 بعد هروب بن علي، فتح عينيه الشعب التونسي ووجد نفسه حرا طليقا، فتسلل البعض إلى هذه المؤسسات وفاز الرئيس الحالي، فاز عبر الدستور 2014 الذي أتاح له الفرصة أن يتقدم، وأقسم على المصحف الشريف، وأعتقد أن الأستاذ عبد الوهاب معطر كان موجود، أقسم على القرآن أنه سيحترم هذا الدستور، الدستور الذي وافق عليه الشعب ونص عليه طبعا البرلمان الشرعي. بالتالي وصلنا إلى هذا المخاض، وهذا يقع طبعا في التجارب الأوروبية. أكيد للحديث بقية، انتهى وقت البرنامج. جزيل الشكر لك دكتور أحمد برقاوي الأكاديمي المختص في الدراسات الجيوستراتيجية من باريس. الشكر موصول أيضا للدكتور عبد الوهاب معطر أستاذ القانون والوزير السابق من تونس، وكذلك أشكرك البرلمانية السابقة الأستاذة سلاف القسنطيني. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء.